ارتجع راجعوا. هذول وين راحوا؟ بدر الدجع والله يبطون الكبد. ولك وينك انت؟ في ردي مويه. وهذا شو اسمه بدر الدجا وينه؟ في كلام كذا سوا صديق جيب سامان اشتري بقاره هنا سوا. ها مدير، ها مدير كفيل. ها مدير كفيل. وين يا الحبيب؟ أنا قريب هنا بس روح بقالة أجيب شوية بهارات شوية أراض عشان مزرعة. أقول ترى هالحكي هذا ما يمشي علي أنا. سمعته؟ هياته ما هياته ما عندي هالحكي. طلعة من المزرعة ماكو. أحش رجلينك حش. سمعته؟ وبعدين هالبطولة هذه ليش؟ لا في يسوي هنا وطني، هنا هو كلام وطني. أنت كفيل ما في معلوم، ما في يفكر كويس. هذا أنا في يسوي سماد، أنت معلوم هذا عصفور أكل بعدين كبير، سيب شجرة، أكل سوي سماد بعدين كبير، أنا في يسوي هذا. ولك وش دخل البطولة هذه بالسماد؟ هذا أساس لا هذا ظفر كفيل هذا في يسوي مبيد ما في هذا. في يسوي حشره اساس موت هذا شجره على طول. زين ما دام في هالحكي الزين هذا زين، يلا يلا عشان تسلموا رواتبكم. الا على الطاري وش اخبار ذا العمال الجدد؟ لا بشرك الحمد لله كل شيء فيهم زين. تصدق أي. ما في شيء بالمزرعه ما يسوونه حتى السماد. يصلحون سماد للزارع؟ اي بس السماد هذا اللي يسوونه ريحته خايسه. اي لان السماد يقولون انه كيماوي. لا عاد هذا ابزود. اشرب هذا بعدين نشوف نفر كفيل مشكل كبير. خلي سعودي هذا يشرب. انت مخ كبير سوسو هذا كبير. بدر الدجا ها مدير كفيل مرحبا. ولكم وش الريحه هذه؟ هذا عسل سماد. السماد انا عارفه هذه ريحه خياس هذه. لا ما في هذا خياس، هذا شغل 100 شغل هنا في يسوي وطني 100. انت جرب شوف. كفيل مدير انت ما في شوف انت يجي 2 شطر كبير هذا كله سمان. هذا وانتم ضارين فيه السماد كله سمان. انت في شوف شجر يسوي كذا انا. مدير كفيل انت ما في شوف هذا ساقي حق مويه حق نخل. اي قطير انا في يسوي يوم سبق قطير كويس. سويته ساقي؟ ساقي كل شيء. روح شوف الكفيل. ما من هالريحه السماد. ابو راشد قليه. ايه شفته هالطوف هذه؟ ايه ابهدهن. ما هي بخساره؟ لا يبا شلنا وش المسلح قمته قليه. ايه نبي نجيب لبن وابى ابني هالطوف هذه دار مدار. ايه بطين يا حجي، الطين هذا نفه. سليمان وسليمان هذا العامل من عمالك؟ لا هذا عامل قبل أشوفه ساقط عند عمالي. ما تخاف انه من ذا المتخلفين ولا ذا اللي هاربين؟ بتهقها؟ أنا وش دريني؟ بس ذا الجراكل ذا البراميل اللي معه وشيله هذه، ما قلت لك أنا هذا يسوون، قاعدين يسوونها الحين سماد، الله يكرم السامعين. سماد ريحته خايسة. سماد هي قليه إيه؟ شفتها الطوف هذه؟ أقول ترى بلشتنا أنت وطوفاتك. لا أقول على طاري الطوف قليه إيه؟ إيش صار على سواقك؟ حنا وهالسواق ناشبين، حنا وذا الشرطة، خذه رده هاته وده. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. منو صاحب المزرعة؟ أنا يبا. خير؟ إيش فيه؟ تفضلوا معنا. إيش السالفة؟ صاير؟ لقينا عندكم مصنع خمر في المزرعة. خمر؟ خمر؟ أخاف إن هذا هو سمادك. أنا أقول هالخياس هذا منين؟ تفضل معنا. أنا هذا راعي المزرعة، أنا ضيف عنده، أترخص يا أبو سليمان؟ وأنا أخذتها بساعة قلبتها. لو سمحتوا تفضلوا معنا. يلا يبا يقولوا تفضل معنا. أنت المفروض تحمد ربك لأن العمال اعترفوا إنه ما لك أي علاقة بتصنيع الخمر. الحمد لله. إيه؟ بس هذا لا يعفيك من المسؤولية في الإشراف على عمالك في مزرعتك. صاج والله صاج، بس كذبوا عليها السرسرية وقالوا يبي يسوون سماد للمزرعة. وأنت مغفل إلى هالدرجة يا أبو سليمان؟ ها؟ أنت ما تعرف أن القانون لا يحمي المغفلين؟ اسمعني، المرة ذي بنكتفي بتعهد خطي، إنما المرة الجاية لا تلوم إلا نفسك. لا يبا، توبة، ماكو سماد مرة ثانية. يبا السماد بالسوق من ترس. وش عقبه؟ عقب ما جرجرتنا أنت وسمادك؟ أقول قام خلنا نمشي. وين تمشي أنت؟ هي فوضى هي. نبغى منك تعهد من العمدة أو مؤسسة معترف فيها، تجيبه وتاخذ عمالك وتحضرهم عند الطلب. اخذ عمالي؟ من صدقك انت؟ هذولي مجرمين ومعترفين بجريمتهم. احنا مسؤوليتنا تنتهي باعترافهم فقط، بعد كذا يحالوا للمحكمة ويحكم عليهم. خلاص عيال، انتهت المشكلة، خلوهم عندكم الين يحكمون عليهم. ايش قالوا لك انت؟ فندق نخليهم عندنا؟ هذول عمالك وعلى مسؤوليتك وعلى كفالتك، لازم تسلمهم أنت بنفسك للمحكمة. والله هذا عجي، هذولي مجرمين، هذولي تقعد تقول لي خذهم عندك؟ الحين أنا أقعد أحرس هذولي؟ الحين بالله أفرض واحد منهم ولا كلهم يبون ينحاشون. هذول تدرون ايش بيسوون؟ يبي يسوون جرائم شيء يكاد يعق غير الله. هذا النظام. يلا بس بسرعه روح جيب التعهد وخلصنا. يلا. وش زود العامل الثالث؟ هذاكم حاجزينه عندكم؟ هذاك مالك كفيل، هارب من كفيله. هالحين اللي ينحاش من كفيله تحجزونه، واللي ماشيين على الانظمه والقوانين الشرعيه تخلونكم فلاهم يبحلون فيهم. الله شيء قهار. وش ذا الحكي؟ المهم قم خلصنا، جيب اوراقك وخذ عمالك. يلا توكل على الله. قم يبا قم. لحين ما تلاقي اللي يخفف عنك الألم. بس هذيك اللحظة اللي تبدأ تشعر فيها إنه أخيراً خف منك الألم، هي نفس اللحظة اللي بتشعر فيها إنك رجعت لطبيعتك زي في أي يوم طبيعي. إذا كان ألمك خفيف أو متوسط، تخفيف الألم يبدأ ببانادول. غثونا هذولي. انت ايش طاعونك على الحمام؟ على بسكر الضباب. شف، كل واحد لكم 3 مرات باليوم تروح الحمام، غيرها ما في. سمعتها؟ اكفي اكفي، يلا تعال. يبغى وين على الله؟ لا انا ما يبغى همام، ما يبغى. ايش عندك؟ بابا انا مويه انت تجيب، ما يبغى. انا يبغى مويه بس ما في جيب، انت جيب مويه اول. هذا انا اسوي وطني 100 اسوي كذا. الله اكبر. انزل بارك الله فيك. طفه. لا حول ولا قوة الا بالله. ارفع. امشي. اقول انت وهالطقطاق كأنك حسينه بدرب الزلاق. وانت ناقصك شوي ثلج في طلع ابو صالح. وينك انت؟ بهالدنيا فوت علينا. يبا من طول الغيبات جاب الغنايم. الله ما يسلمك، تعرف مشاغل هالدنيا يا ابو سليمان، حوسه وروحه وجيه. اقول هذا ما كنه سواقك اللي تقول عنه مسجون. ايش طلعه؟ وش طلعه؟ طلعته القراده، يقولون خله عندك لين يصدر الحكم ونتصل عليك تجيبه. شو السالفه؟ والله ما ادري يا ابو سليمان، صارت السجون مثل المستشفيات بالواسطه، يلا تلقى لك سرير شاغر. صار شاغر، سرير شاغر. شب اقول هذا انت قاعد تمشي فيه وتجرجر فيه بكل مكان، ما يصير، حطه بالدار اللي فيها العمال، دخله معهم. لا ابو سليمان، انا حالف ما فكه لين يسفرونها ويرحلونه او يسجنونه. هذا مركز الشرطة، حافظ أرقامهم من كثر ما أتصل عليهم، أكيد بيقولون تعال جيب العمال. ألو، هلا سم، إي معاك أبو سليمان. تبوني هالحين؟ أبشر سم، جايكم يبا. هلا وش صاير؟ قام هذولي يبوني اجيهم اكيد علشان العمال. يلا اي هود انهم ان شاء الله يرحموني ويخلون ذا عندهم. يلا امشي حضرت الضابط، والله ما يصير هالحكي. لحظه لو سمحت، سكت اللي جنبك عشان اسمع وش تقول. خير بس يبقى خلنا نشوف شغلنا مع حضرة الضابط. مسكين حضرة الضابط، والله ما يصير هالحكي هذا، ما يصير. متصلين علينا الحين ومجرجرين مع هالسلك هذولي، متصلين علينا مع هالسفل هذولي، متصلين مع هالصقيط هذولي. وثلاثه والله تعال وقع على تعهد انك توديهم المحكمه الاسبوع الجاي. ما يصير هالحكي. هذا صحيح، لانك انت المسؤول عن احضارهم للمحكمه ولازم تتعهد باحضارهم. يا حضرة الضابط، بدل هالورق وهالتعهدات وارسل وود وهالخساير ورا ما تدزونهم انتم من المحكمة. هذه ما هي مسؤوليتنا احنا طالما ان كفيلهم موجود. وذاك العامل اللي ماسكينه معهم اللي ما عنده كفيل، مو ضيفينه عندكم انت اب؟ وانت حاسده الان على انه عندنا؟ مالك سيره الا هو؟ يعني ودك تصير معاه انت؟ مو بقصدي يا حضرة الضابط، هو أجل الله يهديه، هو يقصد هذاك اللي أنتم تحفظتوا عليه ما عنده كفيل وهو أساس البلاء والجلاء. اتركونا من الكلام الفاضي هذا ما له لزوم، تعال تعال وقع بس تعال. ما هو بنت، تفضل توقع تعال. أوقع هني تان؟ إي وقع هنا عشان تحضرهم المحكمة. ما يصير هالمرمطة، الشرطة هذونا راح واد واجب، عاد قلنا ما لنا الا الله ثم انتم. والله وراكم يا حجي لسه ما وصلت الى الحين. شلون؟ الكلام اللي سمعته باقي ما وصلت اوراقكم. وبس اوراقكم ما وصلت؟ متسدحين من الصبح نيتا وانت قاعد تقول اوراقكم ما وصلت. حضرة الضابط هالحكي هذا ما يصير، هذا الحكي هذا يا حضرة الضابط ما يصير. بركتها اهفك الطراق. حضرة الضابط ما يصير هالجرجرة هذه يا حضرة الضابط. نروح للمحكمة بناء على اوامركم وتالياتها يقولون المحكمة والله اوراقكم ما وصلت. معلش الخطأ وارد في كل مكان يا حضرة الضابط. هو صاد هذول يا وادم عليهم قضايا وعليهم مشاكل تنوجلونهم تقول كراتيب من محل لمحل. اي والله. المهم يا ابو سليمان بكره ان شاء الله تجيب صور جوازاتهم واقاماتهم وتكتب تعهد انك توديهم بكره للادعاء العام. هم بعد تعهد؟ هيئة التحقيق يا أبو سليمان هي اللي بتحول أوراقهم للمحكمة. والله صارت شغلتنا شغلة يا أبو راشد مع هالعمال. إي والله شغلة. هذولي مجرمين حادينهم. هذول خطر على كل شيء. أقول يا أبو سليمان وش رأيك في مشروع سجن خاص؟ شنو؟ سجن خاص؟ وش زودنا عن هالمستشفيات الخاصة والمدارس الخاصة؟ نحط سجن خاص ونحط فيه هالعمال اللي كفلاهم ما لقوا لهم واحد في التوقيف وناخذ على الراس 100 ريال؟ والله فكرة زينة يا ابو راشد. سجن خاص ونسويه بالمزرعة. كل شيء عندك، الدور وكل شيء، كل شيء عندك. ونحطهم شفت هالطواف؟ اللي نبي نهدهن ما احنا بهدينهن، نسكنهم فيه. لا خل عنك بس، خوش حكي هاللي تقوله. لا خل عنك يا ابو سليمان، فكرة ممتازة. نريح الناس اللي ما لقوا عمالهم مكان في السجن ولا التوقيف. خلاص اعتمد. نعتمد السجن؟ ايه في المزرعة؟ بس والله يا ابو راشد ايه هالمزرعة هدت حيلي يا ابو راشد. تليشت على خبرك. وين انت ما شفتني قبل الا لاحقن عليك وانت صغير. فيني بياض يقول لك لا اله الا الله، كأنك زبده حليب. لا زبده يا ابو سليمان. والعيون شاقه نص الوجه الكبرها العين عيونك. والشعار يا ابو راشد الله المستعان يهفف لحيتن شعري. قم خلنا نتمشى في المزرعه انت وشعارك. اقول قليل ايه عندي سطر بديان ايه ابى اعطيك اياه حاطش زينه. عشق ولك هذا شو قلبي هذا الطقطاقي. يلا يبا اركب يلا يبا اركب يلا توازن. ما شاء الله عليك يا ابو سليمان، ما عاد معك ذا المشروع وجهز؟ ما يبي لها شيء يا ابو راشد، كله بس طج هاللوحه وحط بها هالدور. جلدي تعال. هات صحن هات صحن. ما شاء الله ما شاء الله، كل يوم رز بابا، ما في مرقوق ما في قرصان ما في رز وشوربه. تدري ولا نمجايع؟ يلا يلا الشوربه عند ابو سليمان. يلا بابا بابا ما في كل يوم ما في. انت جيب مويه بابا، جيب مويه على اول سوي كذا. راح اقول راح سوي زياده شوي. يلا نرحمك انت. يلا يلا هذا الشوربه، خذ صحنين شوربه حط لي. يلا يزنه يترفق لا تنثر. شكرا. الصحن الثاني الصحن الثاني. اصبر اصبر يا مال الليل. يلا هذا يلا ما شاء الله عليك يا ابو سليمان مطقمهم ذا البرتقالي. اي هذا يبا اذا اطلعوا برا وبالفسحه نلبسهم، بس بالسجن يلبسون ملابسهم. ايه تدري وش يذكروني فيه؟ ايه شنو يا ابو سليمان حقين غوانتينامو. وشو غوانتينامو؟ ما غوانتينامو توهقنا. هذا جايبين علشان البرتقالي. ايه ويا البرتقالي طيب ان شاء الله. نهيركم. بس يا شباب يا شباب يا شباب، لازم هرب من هنا. كيف هرب؟ باب عديد مسكر. خلي ولي باب مسكر، ايش مشكلة؟ باب مسكر باب مسكر. ها أنا في فكرة مجنونة. كيف روح من هنا؟ هنا موجود مخ. وكيف هذا فكرة؟ أنا في طريقة. إيش فيكم صاير؟ إيش فيكم صار تقول؟ هذا كبير، مشكل كبير. هذا في حاجة كبير. أيوة صح، بدي ردتها صح كلام. هذا في الصوبان نصي من فوق بطني، بعدين روح من تحت منه روح كذا، بعدين بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كلام سيء، كلام سنيك معلوم سنيك. إي وينها؟ بالحلقة ورا من هنا هناك. صب سيدة هنا من نيتا من نيتا سيدة من نيتا. أيوة أطير أفرق يا ولد. من هنا تعال من هنا. كله شرطة، كله نفر. دور أنا لازم سفر. لا أنا ما في سفر، أنا ما في كلام بابا ما نفيزي. لا سلام. ما في خوف ما في خوف. تعال ما في خوف. أنت روح سفر، في فلوس كتير، اشتري بقرة كبير الله. بعدين مبسوط، بعدين شرطة نسي. أرجع تاني السعودية. طيب كيف أنا كيف سفر؟ كيف أنا؟ إحنا لازم سفر جدة. طيب بعدين سوي ورقة هذا حق عمرة وسفر. هذا من قنصلية. أي طبعا أنا قنصل غير أنت قنصل. ما في مشكل. كل شيء فلوس سوي، كل شيء خلاص موجود. كل شيء يسوي. أنت كبير. شوف سيارة. خليه يوقف. اسمع يا ابو سليمان، ترى لو ثبت انك متواطئ مع العمال لا تلوم الا نفسك. ايش هالحكي هذا؟ ها؟ الحين راسي منشق نصين، دماميني تقوطر بكل مكان. جايينكم الحين عشان نثبت الحالة، وانت تقول لي متواطي؟ هذه مسؤوليتك يا ابو سليمان، انك تتحفظ عليهم حتى تحضرهم انت. كان خليتوهم عندكم وفكيتونا من هالسالفة. هذولي يبين حاشوهم بأي طريقة لو يذبحون أحد. عموما أنا باخذ التقرير حق المستشفى وبنخليكم عندنا هنا بالتوقيف حتى تحضرون عمالكم. شنو؟ والله ما أطلع شفتي، والله قهرني هذه. لا تصير عجل، لا تصير عجل. إيش؟ والله قهر، والله قهر. إيش هالحكي هذا؟ إيش هالحكي هذا؟ لا ترفع صوتك على حضرة الضابط، خلك متزن. الحين هذولي يوم كان عندهم القضية ما قلت لهم شيء وذابينهم علينا ما قلنا شيء. الحين يوم صارت علينا احنا تبين توقفونا. المهم انكم موقعين تعهد باحضارهم. وين نبي نلقاهم؟ احنا وش درانا وين هم فيها الحين؟